زي ما بنتابع مع حضراتكم ما يحدث في قطاع غزة لحظة بلحظة، المستشفيات تحت القصف، الأطفال تحت القصف، حتى مش فكرة إن احنا بنستهدف مدنيين ولا قتل المدنيين، لكن حتى يعني هم بيستهدفوا أو في هدف عندهم أكنه فكرة حتى الموت البطيء، يعني حتى المصابين في المستشفيات لم يسلموا منهم، يعني مصابين على أسرة المرض بيصارعوا الموت في حالتهم حرجة، حتى هؤلاء المصابين مش سايبينهم حتى ان هم يعني يأخذوا حتى هدنة. أعتقد ما يحدث في قطاع غزة تخطى حتى فكرة جرائم الحرب، هذه جرائم ضد الإنسانية، هذه جرائم غير منطقية، حتى ليس هناك منطق فيما يحدث في قطاع غزة. كل يوم بيخرج تصريحات من الكيان الإسرائيلي عن وجود أنفاق تحت مستشفيات، عن وجود أنفاق تحت مدارس. ما الذي يحدث؟ أعتقد أنه يعني الدقائق والأيام القادمة بتحمل دائما الجديد وبتحمل الإجابات عن كل هذه علامات الاستفهام. على أي حال زي ما قلت لحضراتكم، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مخططه لإفراغ قطاع غزة من المواطنين الفلسطينيين من شمال ووسط غزة، مع رفض آلاف الفلسطينيين ترك منازلهم وتمسكهم بالبقاء فيها حتى لو كانت مهددة بقصف الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال بيواصل جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وارتفع عدد شهداء العدوان لأكثر من 11,000، في دليل واضح بما لا يدع مجال لأي شك بأن الاحتلال بينتقم من المدنيين بعد فشله الذريع. خلينا نعرف تفاصيل أكثر. معانا على الهاتف دكتور سمير التقي، باحث في معهد الشرق الأوسط. أهلا بك يا فندم معانا في برنامج التاسعة. ويعني هل توافق أن بالفعل الكيان الإسرائيلي فشل في إن كان مخططاته أو حتى يمكن الخطط العسكرية في قطاع غزة؟ يعني من البداية أنا قلت بعد عدة أيام بناء ما وضعه نتنياهو من أهداف، لأنه لا يبدو أن هذه الأهداف ستنجح، وبعد أسبوع كنا نتحدث عن أنه قد فشل. بمعنى أن الآن الجيش الإسرائيلي يصطدم بجدار كبير من الفشل، هو يستطيع أن يسيطر على ركام من الأطلال، ولكنه عمليا يعني لا يستطيع أن ينجز أي من المهمات التي يفترض أنه دخل الحرب من أجلها. أولا كان ينوي التهجير، وهذا التهجير أمكن إيقافه بسبب الموقف المبدئي لجمهورية مصر العربية والأردن، وأيضا إضافة إلى ذلك قضية الرهائن هو يضطر للتفاوض عليها، في حين أنه كان يخطط أن يقوم بذلك عنوة. وثالثا أيضا الخطة الثالثة هو أنه سيستطيع القضاء على حماس، وهو يصرح بأن الآن حماس توفر في مقاتليها وتكتفي بعدد من المقاتلين الذين يدافعون دفاع مؤقت عن بعض المواقع التي يجدونها من الناحية العسكرية ساقطة ولا يهدرون قدراتهم البشرية، وأنهم انسحبوا إلى الجنوب. وبالتالي سيدتي كل الأهداف الأساسية التي وضعها نتنياهو تبدو مستحيلة الآن نتيجة الفظاظة ونتيجة الطريقة التي حاول أن يطبق فيها محاولته لاسترجاع الردع الإسرائيلي، وهو بإدارة ظهره لعملية السلام وبإدارة ظهره لكل مسؤولياته الدولية، وباعتقادي هذا هو فشل ذريع. دكتور سمير، يعني في رأيك لماذا فشل نتنياهو؟ يعني هذا كم الدعم الغير مسبوق ولا محدود للكيان الإسرائيلي؟ يعني السؤال اللي ممكن يجي في بال أي شخص، كيف له أن يفشل؟ يعني هل غياب خطة؟ هل لأنه يتحرك بشكل خلينا نقول دائما القوى الغاشمة والدول الكبرى حتى يعني بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي يخسروا حروبهم الصغيرة، وفيتنام إلى أفغانستان، روسيا إلى أفغانستان الأمريكية، يعني والعراق الآن هم خارجها تماما. كل هذه الحروب التي تعتمد على غلاظة القوة ودون أن يوجد أي بعد سياسي في اعتقادي، هو والفكر هو سبب هذا الفشل موضوعيا. القوة، غرور القوة هو الذي يؤدي إلى الفشل. حقيقة الأمر أن أفضل ضمان لأمن أي دولة
ليس هو قدراتها العسكرية المطلقة وأن تتعرف على أنها دولة كبرى. وأعتقد بأن هذه مشكلة القيادة الإسرائيلية الراهنة. الحل الرئيسي هو أن تعيش في بيئة من السلام، وهي الآن تقرر مرة بعد مرة إسرائيل بأنها تفضل الاستمرار في يعني الاصطدام بهذا الحائط. وعمليا الفلسطينيين منذ أكثر من 60 عاما تحت الاحتلال ولم يخضعوا. يعني فكرة إخضاع الفلسطينيين هي قضية تنتهي. وثقب في رأيي أنا منظومة الأمن الإسرائيلي عدة مرات بما فيها ما جرى في 7 أكتوبر.